تعرف على حضرتك؟ أمين شرطة محمود نصر الله من مديرية أمن الشرقية. أنا باحترامي للشعب المصري كله اللي إحنا أولاده ومنه ومن أصله، عايز أعلق بس على بعض حاجات مهمة بالنسبة للإعلام المصري والقنوات الفضائية مثل قناة الحياة وقناة دريم، وبالنسبة للقناة اللي بالأخص اللي هي يعني حز في نفسي الأستاذ تامر أمين اللي هو بالنسبة لنا أخونا وإحنا بنحبه اللي هو ابن الشعب. الراجل ده يا جماعة كان شغال على في برنامج بيت بيتك زمان اللي هو مصر الجديدة، هو الأستاذ محمود سعد. الراجل ده انا حضرت ليه لقاء اول امبارح على التلفزيون بيكلمنا من سقف عالي جدا، هو فوق وبيبص لينا بصه كان احنا ولا حاجه في الشعب المصري ولا حاجه في وزاره الداخليه. لكن معنى كلمه وزاره الداخليه، وزاره الداخليه هي الافراد بتاعه وزاره الداخليه. وزاره الداخليه بتنشا على امناء وافراد وغفر ومجندين، كل من هو من بعد الضابط حتى رتبة المجند اللي هو بيقضي خدمة، هي دي وزارة الداخلية. غير كده مفيش، لأن لما واحد بيتصل بفرد أو بيتصل بالنجدة ما بيروحلوش ضابط، ده بيروح له أمين شرطة واتنين عساكر معاه إن كانوا مجندين أو درجة أولى إلى خلافه، أو في الدفاع المدني نفس الوضع اللي بيمسك البشبوري ويطفي المطافي ده فرد، ليس تكون ما هوش ضابط. أستاذ تامر أمين جاب بعض الزملاء المحترمين إخواتنا الشرفاء وعمل لقاءات معاهم، والراجل لقيته بيتكلم علينا ومعتصمين أو مش معتصمين. بالنسبه للاستاذ تامر امين انا بتكلم عليه بالتحديد لان يعني موضوعه اتعبني ذهنيا واتعبني فكريا، واتالمت من الاخ الفاضل الاستاذ تامر امين اللي هو مننا. انا بتكلم عليه ان هو لما جه اتكلم بالنسبه للافراد المعتصمين، الافراد المعتصمين دول الناس دي بتطالب بحقوقها المشروعه اللي هي المشروعه، بمعنى كلمة الحقوق المشروعة ان الراجل ده بيتمنى منى ان هو يتعالج في مستشفى الشرطة، مش بيتمنى حاجة كبيرة، بيتمنى ان هو يتعالج في مستشفى الشرطة زي الناس كلها، زي اي حد، زي اي عامل في 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 الكهرباء في البترول. احنا من وزارة الداخلية، انا راجل لما كنت في مأمورية جبل الحلال، كنت في مأمورية جبل الحلال في شمال سيناء، السادة الضباط اللي بيصاب بيتنقل فورا على مستشفى القوات المسلحة، وبالنسبة للفرد اللي بيصاب بيرموه في مستشفى العام، في مستشفى العام بتاع شمال سيناء. لكن لو هنفترض ان فرد توفى او مجند او غفير، ده بتلف في البطانية وبيركب اللوري يوصل بلده لمدة 4 ايام مرمي في اللوري، ده 4 ايام ملفوف في البطانية الميري الخشنة اللي محدش. انت كنت عايز تقول، انت كملت على تامر امين، ايه اعتراضاتك على تامر امين؟ اعتراضات الاستاذ تامر امين اما هو علق على الافراد ومعتصمين والوزير اداهم قرارات وصلاحيات. انا بقى اطالب، انت بتقول ان هو متحامل عليكم يعني؟ متحامل علينا طبعا جدا. احنا بقى انتوا مطالبكم ايه، وما زال الاعتصام مستمر ام لا؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، مطلبنا من السيد الوزير والساده المساعدين، امبارح اعلن ان طلباتكم هتتنفذ. عايز اقول لحضرتك على حاجه بس، ان السيد الوزير ولا الساده المساعدين حد نزل عندنا لحد الان. بيقولوا في وفد قابل لسياده الوزير. مع احترامي لحضرتك احنا مش محتاجين وفد، احنا اولاد السيد الوزير واولاد السيد مساعدين الوزير، واحنا قدام بيتنا اللي احنا بناكل منه ايه؟ انت بتطالبوا ان هم ينزلوا على الارض الواقع ويكلموكم؟ طبعا احنا بنطلب دلوقتي ان الساده المساعدين والساده الوزير ينزلوا لنا قدام بيتنا وبيتهم، واحنا كفاءه ان احنا نحميهم ونعمل لهم منصه، واحنا هنقعد على الارض. طب بلغتهم بهذا الكلام؟ بلغناهم، ولحد الان مفيش اي قرارات بالنسبه للسيد الوزير والساده المساعدين، دي حاجه. بالنسبه للاستاذ تامر امين بيتكلم بيقول بطالب، وتامر امين تاريخه معروف، فخلينا عشان ما نضيعش وقتنا ووقتك في تامر امين، معروف تاريخه. تمام، انا عايز اوضح بس معلومه على حضرتك، استاذ تامر امين لحد الان ما جالناش اي قرارات من اللي حضرتك قلت عليها يا استاذ تامر امين، او انت والمدام لبنى على قناه الحياه. انا بقول المطالب بتاعتنا، عايزين السيد الوزير ينزلها ويعتمدها من المجلس الاعلى للقوات المسلحه. ليه من القوات المسلحه؟ لان النهارده ما فيش رئيس جمهوريه، وبعدين يتصدق عليها من رئيس الوزراء وتتختم وتنزل رسمي، وعين امين شرطه بمكتب وزير الداخليه على الفاكس الخاص ويعلن برقمه جميع المديريات وجميع الادارات. لو اي قياده من القيادات عمل اي حاجه بالنسبه لاي فرد يبعت فاكس مباشر، الفرد اللي يعين
ده باختيار الافراد برضه ياخد الفاكس ويعرضه على السيد الوزير ويجي قبله مقابله شخصيه. دي حاجه. انا اللي انا بطلبه يا استاذ تامر امين، احنا عايزين مطالب معتمده ومختومه. عايزين السيد الوزير ينزل يقابل اولاده. هو احنا قدام بيتنا، احنا بناكل من المكان ده، لازم نحافظ عليه. انا بقول للشعب المصري كله، تعالوا شوفوا احنا بنقبض ايه. ما بنتكلمش على الماليات، احنا مش عايزين ماليات، احنا معانا ناس معاها ماجستير ودكتوراه وحقوق ومؤهلات عليا، معايا درجه اولى، معايا كليه التربيه يا جماعه، معايا درجه اولى، معايا بكالوريوس تجاره. ليه ده احنا من الشعب، ده احنا اولادكم، والله العظيم اولادكم. اولا الناس دي كانت بتفهمنا غلط لما احنا كنا ايام التحرير وايام المظاهرات، الناس دي كانت بتفهمنا غلط، بيقولوا الناس دي وحشه. النهارده احنا عرفنا ان الناس اللي كانت في التحرير دي انضف ناس، اشرف ناس. صدقوني احنا النهارده عايزين نطهر بيتنا. الوزاره دي عباره عن بيت، بيتك وانت اجرته لواحد، والراجل اللي فيه ده راجل غلس، مش عايز يخرج منه. احنا بنقول له طب تعالى تفاوض معانا، انزل لاولادك تحت، انزل وشوف اولادك. انا بترجى الشعب المصري كله يساندنا. صدقوني انتوا بتطلعوا القناة الفضائية وتقولوا امين الشرطة بياخد فلوس وبياخد مش عارف ايه وبفرد اتاوة من ايه. تعالى شوفني واتفرج عليا على ارض الواقع. ناخد بقى اراء بعض الاخوة. اتفضل. بس عايز اقول لحضرتك على حاجة بعد اذنك، مع احترامي للناس كلها، انا طلعت بيان رسمي على القناة بتاعت حضرتك وشبكة النيل، وطلعت على بعض القنوات مشكورا. انا عايز الشعب المصري كله يحميني، لان انا شخصيا جاني تهديدات. من مين؟ جاني تهديدات من القيادات. وفي معلومة كمان عايز اقولها لكم، في مديرية امن الشرقية معانا امين شرطة اسمه اهاب محروس بالتحديد، بقول اسمه بالتحديد، الامين اهاب محروس بالتحديد، شغال في مركز تدريب تل بسطة. الامين اهاب اخوه اتحبس واتضغط عليه ما يحضرش المظاهرات مقابل ان هو يخرج اخوه، بالفعل ده تم. تاني يوم اتضغط عليه، قالوا له يا اهاب لو جيت المظاهرات تاني يوم هنحبسك هننقلك. بالفعل اهاب ما جاش لحد النهارده المظاهرات وخايف. اهاب ايه اسمه؟ اهاب ايه؟ الامين اهاب محروس، مديريه امن الشرقيه، مركز تدريب تل بسطة، معلم في مركز تدريب تل بسطة. انا بعلنكم الراجل ده اخوه اتحبس واتخطف، وهاب اتهدد وانا اتهددت. انا بطالب الشعب المصري اللي انا منه، اللي انا بقف في الشارع الجو بيمطر عليا، محدش بيعمرني، ان انا راجل بقف في الشارع الشمس بتاكلني، محدش بيعبرني. هل يعقل؟ انا هقول حاجه بسيطه بس بالنسبه للماليات، هل يعقل في الدنيا كلها لو ابنك الصغير عنده سنتين او ثلاث سنين بتديله جنيه ونص او 2 جنيه يجيب بهم شوكولاتات، هل هو هيرضى ياخدهم؟ ما اعتقدش. انا النهارده راجل امين شرطه بشتغل 24 ساعه، بيديني بدل غذاء 2 جنيه على مدار ال 24 ساعه. ولو كويس هتشرب بيهم كوبايه كنز، يا ريتها تجيب كوبايه كنز، يا ريتها. وفي حاجه كمان عايز اقولها، لحظه، وعايز اقول حاجه مهمه، عايز اقولها برضو، يعني انا راجل اعمل بيهم ايه؟ مش فاهم، انا هركب بيهم مواصلات؟ مش فاهم، دي اللي انا بتكلم عليه. دي حاجه، لحظه بعد اذنك يا بيه، انا ليه راجل ما اتعالجش في مستشفى الشرطه انا واولادي؟ ومش عايز احدد ولا عايز اقول انا عندي ايه، انا او خلاف بعض الزماله المحترمين الافاضل. لا، انا بتكلم برضو في نقطه كمان مهمه الناس عايزه تعرف. انا بنت الصغيره ماشيين انا وهي في محافظتي، شافت نادي مكتوب عليه نادي ضباط الشرطه، هي بنتي عندها 5 سنين، ما تفهمش يعني ايه امين شرطه او ايه درجه اولى او ايه مساعد شرطه او ايه صول او ايه غفير او ايه مجند. بتشوف المجند في الشارع تقول يا بابا ظابط زميلك. فراحت واقفه بنتي، بسم الله ما شاء الله بتعرف تقرا كويس يعني، راحت واقفه قدام نادي ضباط الشرطه في محافظتي وقالت يا بابا، شافت فيها العاب وشافت فيها حاجات وبتاع وانارات جميله، راحت واقفه قالت يا بابا هو انت مش ظابط والمكان ده مكتوب عليه نادي ضباط الشرطه؟ بتدخلني العب مع الاطفال اللي بيلعبوا جوه شويه. انا احرجت ارد عليها، ما عدتش عارف ارد عليها اقول لها ايه. خدتها في ميدان عام، كل الحديقه اللي فيه زباله، قعدتها وجبت لها شوكولاتايه بنص جنيه، مش قادر اجيب لها شوكولاتايه ب5 6 جنيه زي البهوات. النهارده
انا بشكر الاخوه الافاضل ان هم اتاحوا لي الفرصه ان انا اتكلم بهذا المبدا وبهذا المنطق، وللمره الاخيره الشعب المصري اللي انا منه وان انا ابنكم احموني 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 وزمايلي تحميني، وشكرا ومتشكرين. وبقول للسيد الوزير انا ابنك، والله العظيم انا ابنك، والله انا ابنك، راعيني راعيني. لو عند حضرتك مشكله في البيت بتجمع اولادك واسرتك واسرتك وتقعد في وسطهم وتحل المشكله. ليه؟ طب ما احنا اولادك. انزل انزل يا سياده الوزير وحل مشكله اولادك، احنا اولادك. شكرا شكرا.